فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يعتمد على الرؤى في تحري ليلة القدر، فهل هذا مشروع؟ لا، الرؤى ما يثبت فيها حكم شرعي، ما يثبت بالرؤى حكم شرعي إلا رؤى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.